صباح الخير، صباح الوطن، صباح الهامات، هامات الرجال. اليوم إدارة سير محافظة المفرق وبالتعاون مع جمعية سراج البادية والأجهزة الأمنية ودفاع مدني المفرق وجميع الأجهزة الأمنية تقوم بتوعية المواطنين وحثهم على يعني التقيد بأولويات المرور في اليوم أو الأسبوع العالمي المروري. نتحدث اليوم عن شكر للأجهزة الأمنية التي تقوم ليل النهار لحماية وأمن سلامة المواطنين، سلامة مرتدي هذا الطريق في محافظة المفرق، ونشكر إدارة السير ونشكر الأجهزة الأمنية ونشكر جميع من يقوم على حماية وأمن بلدنا ومواطننا تحت ظل راية الوطن، راية القيادة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظ الله ورعاه. دائما وأبدا نقول حفظ الله الأردن قيادة وشعبا ووطنا. هذا البلد سيبقى بإذن الله آمنا مطمئنا بإذن الله برجاله، بقيادته، بشعبه، بوطنه، بأرضه. فدائما نقول وسنقول دائما اللهم احفظ هذا البلد الأردن العزيز على قلوبنا وعلى قلوب، نتحدث عن قلوب جميع العالم. الأردن الآن يحسد من جميع العالم، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان ونعمة التقارب بين المواطن ورجل الأمن. ونشكر يعني سراج البادية اللي بتقوم بتوعية المواطنين والحث على يعني سلوك الأولويات المرورية. نتحدث عن دواوية، نتحدث عن يوم وأسبوع مروري عالمي مر على هذا الوطن، ونحفظ الله الأردن دائما وأبدا. وشكرا للأجهزة الأمنية كما قلت وكما أسلفت وكما أسلف دائما وسابقا وفي أي وقت. حمى الله الأردن قيادة وشعبا وأرضا ووطنا. كما نشاهد هنا تقوم إدارة السير باستيقاف السيارات وتوجيه لهم النصائح الدوائية والحلوى والماء. ونشكر الشرطة المجتمعية اللي دائما هي تقوم يعني بتوعية المواطنين وعمل مبادرات بالشراكة مع المجتمع المحلي. سنترك لكم الصورة قليلا يعني تشاهدوا هذه المبادرة والحملة من قبل إدارة السير وقبل جمعية سراج البادية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتعاون مع الدفاع المدني ومدير الشرطة المفرق ودار المحافظة. لا ننسى دار المحافظة الدور الكبير لها بهذه المبادرة.